هذا سائل يقول: امرأة جاءتها العادة أو الدورة الشهرية وهي في السيل الكبير، فماذا عليها؟ تحرم. المرأة إذا حاضت قبل الإحرام وصلت إلى الميقات تحرم وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت حتى تطهر. وكذلك لو مرت بالميقات وهي طاهر وأحرمت ثم حاضت بعد ما أحرمت لا حرج عليها، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم.